أخبار اليوم. ومصر إن شاء الله منصورة، منصورة بإذن الله على العدو، منصورة، منصورة مصر طول عمرها تتنصر عشان مذكورة في القرآن وما عملتش حاجة وحشة لحد أبدا. جميع الدول كلها هي معاهم وبتنقذهم وتقف جنبهم. راح الله يفكوا شر المرض واللي راحوا النهاردة بذمة ربنا ويجعلهم أغنياء بالجنة اللي هم فيها يا رب. راح الله يكرمكم. راح تقولي ايه لحضرتك للي بيقتلوا ولاد مصر؟ منهم لله وحسبي الله ونعم الوكيل، وحيتقتلوا برضه ان شاء الله بيد خفية بإذن الله من عنده. هيبعت لهم جنود مختفية وتاخد أجلهم ان شاء الله. اللي ضروا مصر من الأول للآخر، ضروا مصر من الأول للآخر، دموعنا ما بتنشفش على أولادنا اللي راحوا. إن شاء الله ربنا هيكرمنا، إن شاء الله ربنا هيكرمكم وهيحافظ على الشعب وهيحافظ على الجيش وهينصر السيسي، هينصره 100,000 نصرة. روح الله يكرمكم إن شاء الله، واللي أنتوا عاوزينه بإذن الله هو دوت، هو ده اللي هييسر لنا كل حاجة عشان إحنا ماشيين بضمير خالص. مصر غلبانة، مصر محترمة، مصر قلبها أبيض، مصر محترمة. إن شاء الله إن شاء الله يا أولاد ربنا وحيعوضنا خير، اللي راحوا دول ربنا هيعوضنا خير إن شاء الله، وحيديهم على دماغكم كلهم الوحشين كلهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ومنصورة يا مصر، ومنصور يا سيسي، ويقويك ويقويك على مشوارك ويثبت أقدامك إن شاء الله. يقوي إن شاء الله ينتصر عليهم بإذن الله. إن شاء الله بإذن واحد أحد يا ابني، من قلب قلبي أنا مكوي، أنا مكوي، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. مكوية من إيه يا ماما؟ شاب برضه، شاب الهم قدامه كده بعيد عنها ابني ومعاه ولدين قد كده. الحمد لله إن شاء الله منقذين، إن شاء الله منصورين، إن شاء الله منصورة مصر وجميع مصر كلها اللي قلبها كويس وقلبها على الدولة منصورة، والوحش إن شاء الله هيتجاب في الأرض وهيبربط قدامكم كده إن شاء الله، وقدامنا وربنا هيفش غلنا فيهم إن شاء الله. روح الله يكرمكم يا ابني، روح الله يحافظ عليكم، روح الله يحافظ على مصر، الله ينصر مصر، الله يحافظ على السيسي ويقويه وينصره وينصره ويديه كمان وكمان. ومصر دي هتبقى إن شاء الله فوق كل بإذن الله، مش هيخشها شر أبدا، والشر اللي منها فيها ده بإذن الله زي الدود كده هيموت برضه.